نتحدث فيها عن عودة الإضرابات مجددا لقطاع التربية رغم الحالة الاستثنائية الصحية التي تمر بها البلاد. عن الموضوع سعيد جدا بأن يكون معنا السيد سيد علي عدمان، عضو مكتب وطني في الاتحاد الوطني للتربية والتكوين. مرحبا بك سيد علي. أهلا وسهلا. اليوم في إضراب وطني اليوم، لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، إضراب اليوم هو يوم احتجاجي إنذاري طبيعة الحال نتيجة المشاكل والظروف التي يعيشها قطاع التربية الوطنية في هذا الظرف الاستثنائي وفي إطار جائحة كورونا وكوفيد 19. القطاع يعيش تململ، يعيش تذبذب، يعيش تخبط في ظل غياب رؤية واضحة لوزارة التربية الوطنية والسلطات العمومية في معالجة وتسيير هذه الجائحة. صحيح أن اليونباف رفعت عديد المطالب سابقا، الآن في ظل هذه الظروف هل ترون أن الوقت مناسب للعودة للاحتجاج سيد علي؟ قبل الحديث، نعم، على الظرف الذي، نعم، عادت من خلاله الحركة الاحتجاجية إلى الواقع الميداني، لابد أن نتكلم قبل كل شيء، لابد المجتمع يفهم بأن الدخول المدرسي في حد ذاته كان تحدي كبير بالنسبة لعمال القطاع. نعم. رفعنا التحدي وأصبحت المؤسسات التربوية تستقبل التلاميذ في ظرف استثنائي، ولكن بعد مرور هذا الوقت لم نجد هناك إرادة واضحة في معالجة وفي مسايرة وفي مرافقة المؤسسات التربوية على المستوى الوطني في تسيير ملف جائحة كورونا داخل المؤسسات التربوية. نعم سيد علي، الوزير الأول في آخر تصريح له أكد عدم غلق المدارس وشدد على مشاركة الكل في إنجاح استمرار الدراسة، طبعا هذا بإشراك الأولياء والنقابات أيضا. أولا، إشراك النقابات هذا كلام، يقعد سياسة التمييع المنتهجة من طرف وزارة التربية الوطنية هو أسلوبها الممنهج. نعم. لمعلوماتك أن وزارة التربية الوطنية مثلا المخططات التكييف، المخططات البيداغوجية الأخيرة انفردت وحدها بهذه القرارات. لم يتم إشراك جميع النقابات والشركاء الاجتماعيين وحتى أولياء التلاميذ، نعم، في إعداد هذه المناهج الجديدة، ولهذا تتحمل المسؤولية كاملة وزارة التربية الوطنية. أما بالنسبة لرئيس الحكومة فنقول له أن قطاع التربية لم يفهم إلى حد الآن من غلق المؤسسات التربوية، من وفر الوسائل من أجل بعث رسالة اطمئنان للأسرة التربوية. نعيش وضع مزري، وضع حقيقي، مؤسسات تربوية يوميا حالات كوفيد منتشرة داخل مؤسسات تربوية، 2 3 4 مؤسسة الزاوي في عين الله بسبع أساتذة، فيه وضع معناه عدم وجود رؤية واضحة للحكومة وزارة التربية الوطنية في معالجة هذا المشكل هذا تاع الظرف الاستثنائي. نعطيك مثال بسيط. تفضل. انت تصور باللي مؤسسة الزاوي في عين الله سبع أساتذة كوفيد، ياخذوا عطلة استثنائية تاع 15 يوم، من بعد ياخذ عطلة إضافية تاع 15 يوم، تلاميذ بدون أساتذة. المشكل احنا كنا تكلمنا من قبل على الأقل هو فتح باب التوظيف بالنسبة لخريجي المدارس العليا للأساتذة من أجل تخفيف الحجم الساعي والضغط اللي راهم يعيشوه عمال القطاع داخل هذه المؤسسات، ولكن لم نجد تجاوبا، وجدنا كلاما فقط، وجدنا وعودا فقط. وهذا هو الشيء الذي دفعنا مؤخرا في دورة المجلس الوطني أننا نعلن على هذا اليوم الاحتجاجي فقط من أجل توجيه رسالة للسلطات العمومية بأن الوضع كذلك لا يمكن أن يسير بهذه الطريقة. نعم سيد عدمان، هذا أحد المطالب، مطلبكم في توظيف خريجي المدارس العليا. المطالب الأخرى يعني ممكن نفصل فيها أكثر، خصوصا ما تعلق بالبروتوكول الصحي. وزارة التربية الوطنية قررت تخصيص منحة للمؤسسات التربوية لاقتناء ما تحتاجه من المواد المرتبطة بالوقاية من كوفيد 19. من هذا المنبر، نعم،
أنا أؤكد لك أن الميزانية الحالية الموجودة في وزارة التربية الوطنية لا تستطيع أبدا أن تلبي احتياجات المؤسسات التربوية، وخاصة أنها أخذت مبادرة إدراج الابتدائيات داخل هذه الميزانيات. لابد أن الابتدائيات مع الوضع الحالي الذي تعيشه مع عجز البلديات والمجالس المحلية، لابد أن تتدخل الحكومة في حد ذاتها من أجل اعتمادات مالية إضافية لوزارة التربية الوطنية. أما الاعتماد المالي الموجود حاليا لا يستطيع أن يلبي بتاتا. نعطيك مثال بسيط، 500 مليون مثلا لبلدية دراريا، 500 مليون لبلدية دراريا موجود فيها 44 مؤسسة ثانوي متوسط ابتدائي، كم تكلف الميزانية؟ 7 ملايين لمؤسسة تربوية، 7 ملايين. كم المدة التي تضمن تسيير المستلزمات الضرورية للوقاية؟ يعني أنت في رأيك هذا قرار الوزارة ألا يعتبر نية في أنه إصلاح الوضع بقدر المستطاع، مع أنه طالبت بأن يكون في هذا التطبيق البروتوكول الصحي أن يشرك الأولياء، يشرك النقابة، يشرك، يكون الكل مشترك في الدفع بأن تمر المدرسة بهذا الظروف الاستثنائية؟ أنا أعتقد سيدي الكريم أن الطاقم الإداري والطاقم الذي يسير الآن وزارة التربية الوطنية أثبت إخفاقه في تسيير هذا الدخول المدرسي، وأثبت إخفاقه كذلك في معالجة وتسيير أزمة كوفيد داخل المؤسسات التربوية. لم يشرك الشركاء الاجتماعيين بتاتا في هذا الملف. أعطيك مثال بسيط فقط، المخططات البيداغوجية الأخيرة، قضية الحجم الساعي. نعم، هذا أنا من أحد المطالب المهمة لنقابتكم. نعم أكيد. نعطيك مثال بسيط، داخل الابتدائيات نظام الدوامين الذي كانت تتغنى به وزارة التربية الوطنية منذ 2008 تقول سيتم القضاء على نظام الدوامين داخل الابتدائيات. نظام الدوامين أصبح الآن حالة ميدانية واقعية في الجزائر. نظام الدوامين يعيش مشكل تاع يوم السبت ما عندوش عطلة، يعيش مشكل الاكتظاظ، يعيش مشكل عدم وجود التأطير. انت تصور، انت عندنا ابتدائيات بحوالي 700 تلميذ، 600 تلميذ ما عندهمش عمال، ما عندهمش مشرفي تربية ولا عمال إضافيين في إطار لانام ولا لاداس اللي قلنا لهم على الأقل يساهموا داخل هذه المدارس في تأطير التلاميذ. هذا في الحالة العادية. الآن نعيش حالة غير عادية، معنى فيه وضع مزري. نعطيك مثال آخر، داخل المتوسطات والثانويات كاين مشكل آخر، مشكل الحصص في المخططات الأخيرة. كاين أساتذة يخدموا ب 36 حصة، معنى 36 حصة تقدر تقول 36 ساعة. الحصة احنا نعتبروها ساعة رغم أنها فيها 45 دقيقة، لأن فيه مجهود يبذله الأستاذ داخل هذه الحصة. نعطيك مثال آخر كذلك، أنت تصور مثلا أن مدير المؤسسة والمراقب العام والمقتصد ومشرف التربية يخدموا 60 ساعة. قانون الوظيفة العمومي يقول أن العامل في القطاع التربية في الوظيفة العمومي يخدم 40 ساعة، وال20 ساعة الإضافية هذه في الظرف الاستثنائي المقابل نتاعها بالنسبة للقطاع وين راهي؟ حقيقة قطاعات أخرى كما قطاع الرياضة صبنا تكفل وزارة الشباب والرياضة باللاعبين وما إلى ذلك. أما قطاع التربية لم نجد، وجدنا كلاما، وجدنا وعودا، وجدنا تسويفا، وجدنا لم نجد شيء. نعم، نبقى بيداغوجيا سيد علي عدمان. بيداغوجيا طالبتم بإعادة النظر في الحجم الساعي، على أي أساس بنيتم هذا المقترح؟ يعني أنتم قدمتم مقترح أكيد، يعني لديكم مقترح لإعادة النظر في الحجم الساعي، على أي أساس تم بناء هذا المقترح سيد سيدالي؟ الحجم الساعي أولا بنيناه في اقتراحاتنا على أن الحجم الساعي مرتبط بالتكييف البيداغوجي للبرنامج. الآن وزارة التربية الوطنية تحاول إقناع القطاع والأساتذة على أننا نستطيع أن نطبق برنامج تاع 3 فصول في فصلين.
هنا بالنسبة للعملية التربوية سيتم عملية حشو، ولا يمكن أبدا الوصول إلى أهدافنا التربوية في نهاية السنة، مستحيل. قلنا الآن لابد النظر، معناه تكييف البرنامج في حد ذاته، معناه من حيث المحتوى، من حيث المحتوى ما هي الدروس اللي يمكن الآن حذفها كذلك في هذا المرحلة، ما هي الدروس التي يمكن إدماجها كذلك، حتى الأستاذ يقدر يعمل بأريحية والتلميذ يقدر يستوعب كذلك بأريحية. احنا الآن لعلمك السيد الكريم ان هذا المدة الآن الأساتذة همهم داخل القسم هو محاولة إدماج التلميذ بعد هذا الفترة تاع 9 شهور داخل العملية التربوية، محاولة إدماجه. أما تطبيق البرنامج في كما تتصوره الآن وزارة التربية الوطنية، نقدر نقول لك لا يمكن أن يتحقق ذلك. والحجم الساعي الآن كذلك سيدي الكريم، أن نقول لك معناه أستاذ اللي يخدم 32 حصة واللي يخدم 36 حصة مثلا في المتوسط، هو الحجم الساعي تاعه هو 22 ساعة. في الثانوي الحجم الساعي هو 18 ساعة. في الابتدائي هذا مشكل آخر. الابتدائي في المطالب نتاعنا هو إعادة النظر الشامل في الابتدائي، وسد الابتدائي 32 ساعة وزيد له الظرف الاستثنائي هذا، معناه نقدر نقول لك أصبح الأستاذ آلة في هذا الظرف، في هذا هو مدرس، هو مشرف، هو يتابع التلاميذ في كل في هو كل شيء، هو المشرف، هو يرافق. تتصور سيدي متوسطة الصخرة الكبرى في عين بليان عندها 1316 تلميذ، عندها 3 مشرفين تربية مهمين، مشرفين التربية في عملية تأطير التلاميذ في الدخول في الخروج في عملية الانضباط داخل المؤسسة. معناه لا يوجد إرادة في وزارة التربية الوطنية ولا في الحكومة في توفير مناصب مالية جديدة. المشكل الأساسي موجود هنا، لأن لو كان يكون هناك مناصب توظيف جديدة للقطاع في هذا الظرف الاستثنائي وهذا الحالة الاستثنائية، يمكن نقول لك باللي نقدر نصيب حل منا إلى نهاية السنة. نعم سيد عدمان، أنت ذكرت هذه الفترة الطويلة من الانقطاع أكثر من 8 أشهر، الآن بعد 3 أسابيع من العودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة في ظل هذه الظروف، ظروف الاحتجاج، ظروف الصحية الاستثنائية، البروتوكول الصحي، الآن في كان حديث عن توقف الدراسة، الوزير الأول نفى ذلك، ألا ترى أن التلاميذ ليسوا مستعدين لتعطيل آخر أو توقف عن الدراسة بعد هذه الفترة الطويلة جدا؟ إذا تكلمنا بصدق نعم وبكل موضوعية ومصداقية، هناك حالة ارتباك تخوف داخل قطاع التربية. هذا وضع استثنائي على كل الجزائر، على كل القطاعات. نعم، وخاصة داخل قطاع التربية، داخل المؤسسة التربية، داخل القسم، داخل الحجرة الدراسة، أين موجود ابني وابنك داخل هذه القاعة. تجد هذا الارتباك داخل التلاميذ، تجد هذا الارتباك بالنسبة للأستاذ، تجد الارتباك بالنسبة للمدير، تجد هذه النظرات داخل أبواب مؤسستنا التربوية. فيه حالة ارتباك، ولهذا نحن نطلب من هذا المنبر كذلك أن الحكومة تبعث لنا رسالة اطمئنان، ولكن ليست رسالة اطمئنان شفوية أو كلام. نطلب إجراءات ميدانية، نطلب أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في تسيير أهم قطاع اللي هو قطاع التربية، اللي نعتبره قطاع استراتيجي بالنسبة للمجتمع. وعلاه رئيس الحكومة قال لك لا يجب أن تتوقف المدرسة، لأنه يعلم بأن المدرسة هي النبض، هي القلب النابض للمجتمع. معناه إذا قعدت المدارس نتاعنا موجودة وقعدت واقفة والدراسة مستمرة، معناه المجتمع موجود، معناه المجتمع يسير، معناه المجتمع يتحرك. ولكن في المقابل لابد من إجراءات، ونقول بالإجراءات سريعة. إجراءات تكون من سريعة. ماذا يعني إجراءات سريعة على رأسها؟ أنتم كنقابة يعني أنتم على دراية بكل ما تحتاجه المدرسة، على رأس هذه الإجراءات. أول شيء إعادة تفعيل بطريقة سريعة جدا قضية ليزودياس الطب المدرسي، معناه إعطاء له دور أكبر في هذا الظرف الاستثنائي. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية هو تخصيص ميزانيات
بالنسبة للمؤسسات التربوية والمطالبة باعتمادات مالية من طرف وزارة المالية، اعتمادات مالية جديدة لوزارة التربية. النقطة الثالثة إعادة النظر في الحجم الساعي، لا يمكن أن تستمر المدارس بهذه الطريقة في الحجم الساعي. أنت تصور مثلا مؤسسات تربوية على 5.5، 5.5 معناه الظلام في بعض المناطق، ولهذا نطالب أن تكون الدراسة بنظام الدوام الواحد. وزارة التربية الوطنية تعرف لكن فيه اكتظاظ، هذا ينافي البروتوكول الصحي سي عدمان. بالنسبة للبروتوكول الصحي وتكييف قضية النظام الدوام الواحد، يمكن التخفيف هذا في الكثير من في كثير من المدارس. في الكثير من المدارس يمكن تجد ثلاث ابتدائيات متجاورة بعضها بعض، ابتدائية تخدم بنظام دوام واحد، ابتدائية تخدم بنظام دوامين. نعطيك مثال بسيط، احنا مثلا في دويرة الجزائر غرب في مؤسسات تربوية لو تفتح الآن في هذا الظرف الاستثنائي يمكن أنها تخفف العبء بحجم كبير على المؤسسات الأخرى. مثلا في ولاد فايت، مثلا في عين بنيان، عندنا مؤسسات لو تسارع الحكومة في إنجازها يمكن أن نجد كذلك حلول من بين الحلول. نعم، من بين الحلول. سيد علي عدمان، الخطوات بعد هذا اليوم الاحتجاجي، الخطوات القادمة، ويعني هي الكلمة الأخيرة ليك، تفضل. نعم، أولا أتمنى أولا من الحكومة أخذ بعين الاعتبار الوضعية التي يعيشها قطاع التربية، وأن توفر الإرادة السياسية في إيجاد الحلول الميدانية الواقعية. بالنسبة لوزارة التربية نطلب ألا تنفرد بالقرارات في معالجة ملف في هذا الظرف يكبرها بكثير. ثالثا نوجه كذلك نداء للأسرة التربوية من خلال هذا المنبر أنها تأخذ على عاتقها هذا التحدي اللي راه موجود الملقى على عاتقها كذلك. وفي الختام أنا نقول لك باللي القرارات ترجع لهيئات الاتحاد، معناه سيجتمع المجلس الوطني في دورة استثنائية. نحن في مشاورات كذلك مع التكتل النقابي لقطاع التربية، مع نقابات أخرى موجودة. ربما إحنا كنقابة ربما كان القرار يخصنا كنقابة، ولكن نحن كذلك في مشاورات مع نقابات أخرى من أجل صنع موقف آخر إذا لم تكن هناك. يجب في هذا الإطار أيضا يجب أن يتجند الجميع، من أجل أنه صراحة ظرف استثنائي والكل يجب أن يقوم بدوره، على يعني يقوم بدوره أكثر من دوره. سيد إن شاء الله. نعم. شكرا جزيلا لك سيد علي عدمان، عضو مكتب وطني في الاتحاد الوطني للتربية والتكوين، على الحضور على كل ما قدمته. شكرا. من تفاصيل سيدي.